وبمناطق غابية وصعبة المسالك بولاية الطارف توسعت رقعة الحرائق لتطال بلديات العيون السوارخ وشيحاني، وبفضل تضافر الجهود أخمدت جميع البؤر. والشيء اللي شوية صعب المهمة هو الظروف المناخية وهبوب رياح، والعملية إن شاء الله راهي متواصلة وما تشكل خطر لا على السكان لا على المنشآت، وكل الوسائل المادية والبشرية راهي مسخرة من طرف السلطات المحلية كوسوسوا المدنية ولا العسكرية، راهم تحت تصرفنا في كل وقت. اليوم رانا عندنا ثلاث حرائق يعني ما تشكلش خطوره على مستوى عين برقوقايا، على مستوى عين برقوقايا بلديه سوارخ، على مستوى بلديه العيون ومسكك، وعلى مستوى شيحاني دائره بلديه شيحاني. لحد الان رانا مسيطرين على هذه الحرائق، رانا متحكمين فيها. خلال الخمس ايام الماضيه هذه سجلنا ما يزيد عن 42 حريق على مستوى الولايه، اللي للاسف خلفت لنا خسائر في الثروه الغابيه، لكن والحمد لله ما فيش خسائر بشريه ولا حتى في الحيوانات. لم نسجل مثلا حتى ولو حيوان ولو بقره ولو معزه اللي توشات لحد الان. ولهذا كنا هذه 42 حريق كنا سخرنا لها كل الوسائل الماديه وكل الوسائل البشرية على مستوى الولاية. نذكر أنه أكثر من 50 شاحنة إطفاء، أكثر من 400 عون من مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات، أربعة تاع البلدوزار، مئات ميضخة ظهرية، هذا بالإضافة إلى إمكانيات بعض المواطنين.